نتواجد الآن في دوار شقندة. دوار شقندة اللي مقر ديال الزاوية السملالية. هنا تتواجد شرفاء الشجرة السملالية بشقندة. إذن المناطق جبلية، طبيعة فلاحة، أشجار ديال الزيتون، أحواض الخضروات، كل شيء تواجد هنا في هذه المنطقة. المقدمة للراجل، يلا ديروا لي جيم وديروا لي ابوني وبارطاجيو. يلا عفو جوكوا، الا ما كانش فوجي انا فوجوكوا. بعد ما غادرنا دوار شقندة، حنا تنتجهو دابا لدوار بوتوت اللي تاهو تابع لجامعة ديال القصيبة. تنبقاو دائما في اطار جهة بني ملال الإبرة.
كاع مناطق طبيعيه. هذه المنطقه تطل على سهل التادله